جينا بقى لتالت لعبة على الترابيزة، واللعبة دي محتاجة دقة وتركيز وثبات انفعالي. هل انتوا عندكم دقة وتركيز وثبات انفعالي؟ شوية شوية. وانتي؟ شوف معرفة. بتتوتروا بقى في الامتحانات وكده؟ اه. انتي من الناس بتتوتر في الامتحانات، وانت؟ بجد؟ تبقوا متوترين لأي مدى؟ يعني مذاكرين كويس وبقى وبازين لما يجي الامتحان تبقوا مش قادرين بقى تمسكوا أعصابكم كده، ولا بتعرفوا تتحكموا في أعصابكم؟ لا، هي في حاجات سهلة. حاجات سهلة؟ زي إيه يعني؟ مواد يعني. يعني مواد بتتوتر ومواد ما بتتوترش. وأنتِ؟ لا، أنا في كله بس. كله؟ طب إيه اللي بيوترك؟ إنك مش مذاكرة كويس؟ لا. امتحانات تيجي صعبة؟ امتحانات صعبة. مش أنتِ مذاكرة كويس؟ اه. امتحانات هتيجي صعبة إزاي؟ هما بيجيبوها صعبة بقى. بس انتي مذاكره كويس. اه. ما انتي لو ذاكرتي كويس هتبقي واثقه من نفسك وهتحسي الامتحان مش صعب. خايفه يعني احساس ان انا عندي امتحان بقى. اوكي. طب انتي خايفه دلوقتي؟ يعني وانت خايفه دلوقتي متوتر؟ كتير كتير. طب تعالوا نشوف بقى مين فيكم اللي هيوقع ويدلدق ميه الاول يا اساتذه. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. يا سلام، مش هنشد؟ ماشي. يا سلام، والنبي ايه، مركزين قوي قوي قوي. يا ترى يا هل ترى مين هيوقع المويه الاول؟ ما تركزش معاها، ركز في نفسك، ركز في ورقتك. ممكن تكسب عادي جدا وهي تخسر. ركز مع نفسك، بص على بتاعتك، على كوبايتك. برافو برافو برافو، والله العظيم اداء مشرف منكم انتوا الاثنين. ماشي يا هاديه يا ركزه يا ركزه. نسيتي التوتر بتاع الامتحانات انت؟ ها؟ ماشي. الله 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 الله، ايوه ايوه، مش هتكسبني مش هتكسبني. وكسب يا جماعه، كسب يا جماعه، والله العظيم برافو. مش مصدق وانت كسبت، دودو هو اللي كسب. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده على طول. يلا بينا اللي بعده.